هنعمل حاجة بقى جميلة هتعجب الأطفال جدا ومحبي التزيين. هنعمل أشكال ورد بالراشن تيب، بيتباع دلوقتي في مصر. هقول لكم بس على وصفة الكريمة الزبدة وانا هاخد التليفون معانا. لكريمة الزبدة ربع كيلو زبدة طرية، نص كيلو سكر بودرة، ومية حسب الاحتياج، وشوية فانيليا وملح بس كده. ده بنخلطه مع بعض. طيب احنا بنضرب بقى كله كده مع بعض، السكر البودرة، وبندخله واحدة واحدة. بس هي الزبدة ساقعة شوية، هفكها شوية بالمية دلوقتي. هي لازم تاخد القوام الكريمي اللي انا هوريه لكم دلوقتي، وهوريكوا ونحط الفانيليا برده. هوريكوا التيب، الراشن تيب ده ايه. ده هتلاقوه موجود في محلات الايه الحلويات، اللي هي خامات الحلويات. هي واحده واحده تقعد تفك معانا، وننزل السكر البودر. هي تبقى كريمي عامله زي ايه، زي مايونيز كده او اتقل شويه. واحده واحده لغايه ما كله يفك، وشويه ميه معانا، ميه او لبن. طيب بنفضل نزود السكر. القوام لازم يبقى القوام، شايفينه عامل ازاي، اللي هو الكريمي قوي ده. طيب بتحطوا المقدار صح، ربع كيلو زبده عليه نص كيلو سكر بودره منخول. هيبقى معانا القوام اللي هو دوت كده، شايفين كريمي ازاي. ده احنا عايزين نوصل للقوام ده. طيب هنعمل ايه بقى، هنعمل ايه. بجيب كيس حلواني، وبجيب التبس اللي هي الراشن تبس اللي هقول لكم عليها دلوقتي، ومعانا الوان. هنعمل ايه، الراشن تيب شكله ازاي. انا استخدمته قبل كده لكن كان بكريمه، كريمه عاديه، كريمه خفق. ما بتنفعش بكريمه الخفق، كريمه الخفق مش بتطلع شكلها حلو، لازم كريمه زبده. شكلهم عامل كده، ودول بيتباعوا في محلات ادوات الحلويات، بيطلعوا شكل الورده ورده، ودي مهمه جدا عشان الواحد يطلع بيها شكل الايه الزرعه الخضره بتاعتها. طيب احنا هنحتاج بقى نلون، يعني محتاجين اللون الاخضر للزرع، ومحتاجين اللون الاحمر او البينك او كده لايه. حطيت بس كده على جنب شويه. هنحتاج اللون الاخضر مبدئيا للزرع، وبعدين نلون الوان تانية علشان بقيت الورد اللي احنا هنعمله دلوقتي. انا شايفة كده كفاية للاخضر، ننزل بقى فيه لون اخضر جل اهو كده. لونت اللون الاخضر، يبقى جاهز معايا عشان بحطه في كيس حلواني، يبقى جاهز معايا. ومعانا ايه كمان، عايزين بقى نعمل لون. الالوان التانية بقى هنعملها ازاي، هنعملها بشكل مختلف. الاول هعملها في بولة، وبعد كده هرصها على كيس كلينج فيلم، على كلينج فيلم مش على كيس. هاخد كده من كريمة الزبدة وهلون ده، مثلا هلونه، هقول لكم نعمله بالفوشيا. انتوا طبعا تلونوا بقى براحتكم، يعني زي ما تحبوا، كل واحد على حسب ذوقه. طب انا عملت ايه دلوقتي، انا نزلت بس على كلينج فيلم لون. وليه هتشوفوا بعدين، الفكره دي مش اختراعي، الفكره دي يعني انا خدتها من حته وحابه اوريها لكم. بحط عليها كريمه زبده كده، وبعدين هحط في النص، هحط في النص هنا ايه بقى، هقول لكم دلوقتي حالا. اللون اللي احنا عملناه هيتحط في النص هنا كده، وبعدين هنلف عليه ونقفله زي كأن احنا بنعمل لانشون. عارفين اللانشون البيتي لما بنعمله، بنعمله ازاي كده، ونروح قافلينه على بعض اهو كده.
اللون الخارجي ده هيديني تشكيله واللون الداخلي ده هيديني تشكيله. هبتدي اقفله كده زي بالظبط ما بعمل اللانشون البيتي. طيب هبتدي اقص بس من هنا عشان انا الحته دي بقى الزياده دي اهي، ومن هنا هنقفل. هعمل ايه بقى؟ انا معايا ده هايل، هبتدي احط فيه، ده بيتباع برضو عند ايه المحلات اللي بتاعه الحلويات، احط فيه مثلا شكل واروح قافله، ده هيخليني اعرف اغير الاشكال بسهوله جدا من غير ما اقعد اغير كيس الحلواني. هدخل دي جواها، شايفين دي؟ هروح اخدها كده ومدخلاها جواها بحيث انها تديني تشكيله الالوان اللي انا عايزاها. هنعمل ايه بقى دلوقتي سريعا قبل ما نروح لفاصل؟ هجيب كب كيك، عندي كب كيك اهو، اهم حاجه بس الكب كيك ده لازم ادهنه من فوق بكريمه زبده. لحظه بس، عايزه حاجه ارفع شويه اهو. علشان يمسك معايا الشكل. خلاص نبتدي بقى ناخد اللي احنا عملناه ده ونبتدي ان احنا نضغطه كده. شايفين هتدينا شكل من جوه وشكل من بره. طيب اهم تكه بقى في الاخر، ده المهم جدا، ان انا باجي بالتب دي اللي هي بتبقى عامله زي منقار كده وليها حته كده داخله لجوه، يا رب تكون باينه اهي. خلاص دي بالاخضر هنقدر نعمل منها بيها الزرع. بصوا شايفين زرع الزرع عامل ازاي اهو بالشكل ده. بس انا بقى لازم اقعد الف على كل واحده، امسكها احسن في ايديا عشان تبان.